You should know إنه في شخص علق من ليل مبارح بسيارته بجرود عيون السمان بمطرح ما فيه إرسال لليوم لحتى تم إنقاذه. بمكب الزبالة بمجد العنجر بتبلش قصة تهريب السورية للبنان. المهربين يلي هن لبنانية وسورية بيولعوا النار بالزبالة بالمكب، ولما يقوى الدخان ببلشوا يفوتوا الناس اخدين من كل شخص 500 دولار. أحمد عبد الحميد جرب يفوت هو ومرته وولاده، بس هيدا الزلم اللي عمره 68 سنة ما قدر جسمه يتحمل برد العاصفة فتوفى. اليوم كان في عجقة زيارات دبلوماسية، فوزير الخارجية التركية برم على عدد من المسؤولين ونقل رسالة من الرئيس التركي هنأ فيها الرئيس ميشيل عون على انتخابه وأكد على حسن العلاقات بين البلدين. وكمان كان في زيارة لوزير الخارجية الألمانية للقيادات السياسية، بس بلش زيارته بتفقد بعض مخيمات النازحين السوريين.